اهلا بكم في حلقه جديده من قناتكم شورت كات ماين. النهارده هوريكم طريقه ضغط ملف بي دي اف. اشوفكم بعد الفاصل. بسم الله. دلوقتي مع التحول الرقمي في بعض المنصات التعليميه والمواقع الحكوميه بتحتاج او بتطلب من مراجعيها ان هي ترفع الملفات على المواقع بتاعتها بصيغه ملفات بي دي اف، فبتفاجئ وانت بترفع الملف ان حجمه بيكون اكبر من الليميت المسموح به على الموقع الحكومي او على المنصه التعليميه. فانا هوريكم دلوقتي طريقه تقدر تستعملها على اي سيستم، ويندوز اندرويد او اي او اس، لانها هي معتمده على موقع بتشتغل سيرفر سايد. فانت بترفع الملف على الموقع وبتعمل له كومبريس، فبيحوله لك من حجم الكبير لحجم اصغر. الموقع ده اسمه اي لاف بي دي اف. انا افتح هنا سفاري واكتب في السيرش بار اي لاف بي دي اف. تمام، هضغط على كومبريس بي دي اف، وبعدين هضغط على سيلكت بي دي اف، وبعد كده بختار ملف البي دي اف عندي من على الايباد، فهنا مثلا في كروم، واختار الكتاب ده، هيعمل له ابلود، وبعدين هطلب منه ان هو يعمل كومبريس للبي دي اف. هو حول ملف البي دي اف من 4.3 ميجا ل 844 كيلو، فهو عمل 81% كومبريشن. وفي النهايه اتمنى ان الطريقه ديت تكون سهله وعجبتكم، واقابلكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اراكم على خير، مع السلامه.